في عام 2017 عينت القاضية غادة عون مدعياً عاماً في جبل لبنان. لم يسطع نجمها قبل ذلك، إلا أن توصية التيار الوطني حجزت لها مكانة في هذا المنصب 4 سنوات ترافقت مع نجومية وعراضة إعلامية دورية. فمنذ ذلك الحين لا تمر سنة قضائية من دون جولات وصولات للقاضية المحظية في الفريق الرئاسي، حيث سجلت خضات كبيرة في مشوارها القضائي. فأين نجحت وأين فشلت؟ من تعاطيها مع المواطنين إلى المحامين الذين تعالت صرخاتهم في مكاتبها، مروراً باصطدامها بزملائها من القضاة ووصولاً إلى قراراتها تجاه عدد من المسؤولين والسياسيين. فلقد تميزت عون بعدالة استنسابية وكيدية، لكن يحسب لها أنها تجرأت حيث جبن الآخرون على الرغم من فشلها في عدد منها. ففي عام 2019 كانت القاضية غادة عون أول من تجرأ على فتح ملف الفساد القضائي الذي دحرج رؤوساً كبيرة من القضاء بجرائم الرشوة والفساد والسمسرات. 5 منهم كانوا زملاء لها في قصر عدل بعبدة، والسادس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي كان أحد أبرز قضاة العهد قبل أن ينقلب عليه. لقد أوقفت عون مديرة هيئة السير هدى سلوم بجرم الرشوة والتزوير وهدر المال العام، والذي أفضى إلى المواجهة الشهيرة بينها وبين النائب هادي حبيش. هيدا المدعي العام اللي فتح ميليشيا للتيار الوطني الحر. في عام 2019 أيضا أوقفت أحد أباطرة المولدات جوزيف بشعلاني وداني أوديشو بجرم الاحتيال والتلاعب بتسعيرات المولدات. لقد ادعت عون على رئيس حكومة لبنان الأسبق نجيب ميقاتي وأفراد من عائلته بجرم الإثراء غير المشروع في ملف القروض المدعومة، علما أن قرض ميقاتي كان قانونيا لكنه لم يكن أخلاقيا، لذلك ادعت عليه من دون أن تصل إلى نتيجة. وفي العام نفسه أوقفت 5 ضباط وعددا من عناصر قوى الأمن الداخلي بجرم قبض الرشاوى، حتى أنها أوقفت سائقها الخاص الذي كان يقبض سمسارات من المحامين مقابل تغيير الوصف الجرمي، وكذلك فعلت مع عدد من المساعدين القضائيين في عدد من قصور العدل. في عام 2021 أعادت فتح ملف شحن الدولار إلى الخارج على الرغم من وجود سبق ادعاء لا ينظر فيه اليوم أمام الهيئة الإتهامية في بيروت. ورفضت عون معذرة رئيس مجلس إدارة SGBL أنطون السحناوي لتسطر بلاغ بحث وتحر بحقه بسبب عدم حضوره كشاهد. هنا أخطأت عون مرتين، تارة لفتحها ملفا فيه سبق ادعاء، وتارة أخرى بالادعاء على شاهد لم يحضر منذ المرة الأولى. ادعت عون أيضا على صرافين في ملف الدولار المدعوم، وكانت أول قاض يستجوب حاكم مصر في لبنان بعد أزمة لبنان المالية، إلا أن كل هذه الإنجازات قابلتها هفوات كثيرة. صراعها الدائم مع مجلس القضاء الأعلى ورفضها الامتثال لقرارات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي حرر عقوبات مسلكية عدة بحقها من دون أن تمتثل لأي منها. كانت تقاتل الناس لمخالفتهم القانون لكنها تخالفه أيضا. كذلك طرحت علامات استفهام كبيرة تتعلق بملف سايفكو، حيث ورد أنها سافرت للقاء صاحب الشركة في الخارج. خلت سبيل مستشار رئيس التيار الوطني الحر منصور فاضل في ملف مخدرات، وكسرت قرارا قضائيا لزميلة لها بتوقيف راهبتين بجرم الإتجار بالأطفال. كذلك أوقفت 3 أطفال في حمينة لمحاولتهم نزع لافتات للتيار الوطني الحر، وطردت عددا من القضاة المتدرجين في قصر عدل بعبدة، وأهملت عشرات الملفات في أدراجها كملف الكسارات وهدر المال العام، كما تعاطت بانتقائية في ملف الفيول المغشوش، حيث أوقفت موظفين وتمنعت عن توقيف أورورف غالي المديرة المحسوبة على تيارها السياسي. أجريت صفقة من دون أن يصل الملف إلى نتيجة. على محرك جوجل للقاضية عون صورتان فقط، أما في قصر عدل بعبدة فلها صور متناقضة في عقول من عرفها، نظيفة الكف وقاسية القلب، متهاونة ومتحاملة ومتهورة حد الجنون. ريف عقيل، قناة الجديد.